جميع مشاهدينا الكرام، واهلا بكم الى هذا اللقاء. تنبيه من المستوى الاول عن تواصل لتهطل الامطار والحمد لله على وجهها الشرقي خلال امسيه اليوم. حتى خلال يوم الغد ان شاء الله الامطار ستلتحق بحول الله، ستخص تقريبا جل المناطق الشماليه الغربيه والوسطى. الامطار ستزداد غزاره بحول الله على المرتفعات الداخليه خلال الامسيه، خاصه الهضاب العليا الغربيه والوسطى محمله بحبات من البرد ان شاء الله. الامطار خلال الليل ستخص الواجهه الوسطى الساحلية وكذلك الغربية، ستزداد غزارة حتى على الواجهة الشرقية. بعض الأمطار كذلك ستتساقط على منطقة الثورة وحتى على شمال الصحراء منطقة الواحات تحت وقع الرعود. فيما يخص درجات الحرارة خلال ليلة اليوم إن شاء الله ستنخفض إلى غاية 6 درجات فقط على ولاية سطيف، 10 درجات على كل من العاصمة بومرداس، كذلك تيبازا تيزي وزو البويرة بجاية جيجلس كيكدا عنابة والطارف، 20 درجة على ولاية لمسان، نفس المقياس على ولاية غرداي وكذلك ولاية جانات، 18 درجة على تامنراست وحتى على تيندوف وبن عباس لترتفع إلى غاية 27 درجة على أقصى الجنوب. أما خلال ظهيرة الغد بعد الزوال إن شاء الله درجات الحرارة القصوى ستعرف تراجع تقريبا على كافة المناطق الشمالية. ننتظر 19 درجة فقط على تيارت، 23 درجة على العاصمة، نفس المقياس على بجاية جيجلس كيكدا عنابة والطرف وحتى على سطيف وكذلك قسنطينة، 33 درجة على ولاية غردايا، 30 درجة على تندوف وحتى على بني عباس، 35 درجة على كل من إليزي وتامنراست، ترتفع لغاية 41 درجة على أقصى الجنوب. أما البحر فمصلحة الأرصاد الجوية ترتقب خلال يوم الغد بحر مضطرب، أحيانا كثير الاضطراب خاصة على السواحل الوسطى، حتى الرياح ستشتد على الواجهة الوسطى والغربية تصل لغاية 60 كيلومتر في الساعة. يوم الغد على مستوى العاصمة سيكون بحول الله في تمام 7:49 دقيقة. أمسية طيبة للجميع في أمان الله.